للمزيد ينضم إلينا هاتفيا مجدي بكير المتخصص في الشأن التركي. بعد التحية لك أستاذ مجدي، إذا عامان أمضاهما أردوغان في رئاسة تركيا، الاقتصاد منهار، المعارضة تقوى شوكتها، مشاكل هنا وهناك، أيضا على الصعيد الخارجي هناك مشاكل كبيرة لتركيا واستيلائها على أجزاء من أراضي كسوريا والعراق، وأيضا ما تفعله في ليبيا. كيف تصف الوضع بعد هذه الرئاسة التي امتدت لعامين إلى الآن؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أود في البداية أن يعني أثني على التقرير الشامل المتميز الذي أذعتموه عن حصاد المر لأول عامين من حكم أردوغان الاستبدادي، يعني كفيتنا يعني تسجيل الأرقام التي لا تكذب والتي توضح مدى الانحدار الذي وصلت إليه تركيا أردوغان، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو دبلوماسيا أو اجتماعيا على كافة الأصعدة. الحقيقة أنه يعني حتى آخر خبر زعتوه عن الاعتقال لدفعة جديدة بشبهة أن لهم صلة بفتح الله مجولن، يعني يكاد يكون يعني المرء يتصور كل يوم صباحا يستيقظ أردوغان ويسأل كم عدد الذين تم فصلهم، ما وكم عدد الذين تم القبض عليهم بتهمة شبهة فتح الله جولين، وكم حجم التدهور الذي وصلت إليه الليرة، وكم حجم الديون التي تزيد كل صباح، تزيد حجم الديون المستحقة وتجاوزت 370 مليار دولار حتى الآن. إذن هم عامان حصاد مر، هذا ربما يكون أخف وصف يمكن قياسه، خاصة أن المؤسف أنه لا يبدو عليه أنه هناك برء من هذا المرض، وهو شخص أصبح يعتمد حياته كلها على الاستبداد وعلى المغامرات والمقامرات التي قادت تركيا بعد أن كانت لديها اقتصاد جيد إلى وضع شديد التردي سياسيا واقتصاديا، بعد أن كان يسعى لسياسة صفر مشاكل، هو الآن في مشاكل وعلاقات سيئة للغاية مع الدول المجاورة وغير المجاورة. نعم، السؤال الآن إلى أي متى يستطيع الشعب التركي تحمل هذا التردي الاقتصادي؟ مع شديد الأسف يعني رغم أن كل هذه المؤشرات كانت تنبئ بقرب يعني انتهاء هذه الحقبة السوداء في تاريخ تركيا، إلا أن هناك بعض العوامل التي تجعل هذا الأمر سيتأخر قليلا. هو هناك عدة بوادر تمثلت في أن المعارضة التركية باتت أخيرا على اقتناع بأنه يمكنها أن إذا وحدت صفوفها أن تصنع الفارق وأن تطيح به، وبخاصة بعد تجربة. نعم، وهناك متغير آخر أيضا، أنه يعني هناك من انشقوا عن حزب العدالة والتنمية كعلي باباجان على سبيل المثال وأحمد داوود أوغلو، وهم لهم أيضا شعبية في الشارع التركي. بالتأكيد كما تفضلت، وضف إلى ذلك أن هناك ما يقرب من مليون عضو في حزب العدالة والتنمية قد انشقوا خلال وتركوا الحزب أصلا خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن يأسوا وبعد أن عانوا من تلك المشاكل الاقتصادية الفادحة وهذا الاستبداد المتزايد الذي وضع تركيا الآن في قائمة، كما تظهر الأرقام، في قائمة متدنية للغاية في الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات. مع الأسف الشديد أقول أنه لا زال يستغل ورقة الدين، وكمان بالإضافة إلى ذلك أنه يعلي ورقة القومية المتطرفة اليمينية. تلاحظ أنه لا يأتلف إلا مع حزب الحركة القومية، وهو حزب تراني شديد اليمينية، وهو الوحيد الذي يؤيده في مغامراته ومقامراته، ويحاول الآن في ظل وضعه المأزوم داخليا أن يؤيده في مغامراته في الخارج على أمل أن يحصل على أي عائد اقتصادي بأي شكل من مغامرته الأخيرة في ليبيا، ومن محاولة ما يمكن وصفه بالتأكيد بأنه نوع من البلطجة على دول شرق البحر المتوسط، وبخاصة ما يحدث بالنسبة لقبرص واليونان، وهو أمر لن يستمر طويلا. إذن أنا أقول أنه وإن كانت خطوة الإطاحة به ليست وشيكة، لكنها من المؤكد أن العد التنازلي لهذه الخطوة كل يوم يتزايد،
في ظل وجود أحزاب قوية، شخصيات قوية، لا يمكن أحد أن يشكك في أنها هي التي كانت ذراع أردوغان في تحقيق ما تحقق سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل، الأستاذ مجدي بكير المتخصص في الشأن التركي.